واليوم كيفاش فلاح اليوم زعما كيما نقولوا الخوتي حتى الاول اليوم في الفئه ديالك؟ الحمد لله دخلت انا ديال الكبار والصفقات على سوبر ابطال سجلهم راه هما ريفاي صافي وصلنا ريفاي باقا نشكر الدراري اللي مشينا انا وياهم الحمد لله ما كانش شي صراعات يعني لا من ناحيه ديال الردود وداك الشيء كنا غاديين مزيان الحمد لله ولكن لاحظنا اليوم ان نفاس